طرده السفير كيان الاحتلال الاسرائيلي من عمان مطلب حملته مذكره نيابيه ردا على عدوان الاحتلال على الفلسطينيين وتعهدت الحكومه بدراستها وفي رده على المذكره التي خرج بها مجلس النواب في نهايه جلسه استمرت ست ساعات متواصله قال الخصاوني إن الحكومة ستدرس المذكرة حال وصولها إلى جانب دراسة الخيارات الأخرى المتاحة ثم العودة مجددا لمجلس النواب مشددا على أن الحكومة ستكون بمستوى الحدث. نحن من تكسرت على صلابة موقف قيادتنا ودولتنا. محاولات لتصفيه القضيه الفلسطينيه نحن من حوصرنا بسبب هذه المواقف ونعتز باننا قد حوصرنا بسبب هذه المواقف المبدئيه والمبادئ قلت من هذا المنبر تتعب ولا تخذل، تحدثوا عن مذكره حالما تتلقاها الحكومه وانا قلت في مدخل حديثي بان الحكومه لديها الكثير من الخيارات، ستتدارس هذه الحكومه الخيارات بالتشاور مع هذا المجلس وستعود لكم وباذن الله دائما سنكون بمستوى الحدث، وباذن الله دائما سنكون بمستوى الحدث، فنحن دوله تاخذ القرارات وفق منظومه ومعيار المصلحه الوطنيه